بلوغ العاصمة صنعاء بالنسبة للجيش الوطني والمقاومة الشعبية أصبح أمرا وشيكا، لكنه يخضع لعامل الوقت حتى تسير المعارك كما خطط لها. هكذا يبدو المشهد العسكري في فرضة النهب على مشارف العاصمة صنعاء، وهو ما تؤكده المعطيات من جبهات القتال والانتصارات التي تحققها قوات الجيش والمقاومة الشعبية. المعارك في نهب بمناطقها المختلفة تشهد تقدما مستمرا للجيش والمقاومة وسط تراجع لميليشيا الحوثي والمخلوع، وكذا سقوط قتلى وجرحى والعشرات من الأسرى. تطورات جديدة في المعارك الأخيرة التي شهدتها نهب، حيث أكدت مصادر ميدانية أن القوات سيطرت على مواقع عسكرية مطلة على منطقة بران الاستراتيجية ومنطقة مسورة القريبة من محيط مركز المديرية. وعلى وقع المعارك على الأرض، شنت طائرات التحالف العربي ضربات استهدفت مجامع من الميليشيا وتعزات كبيرة كانت في طريقها لإسناد قواتها في مركز مديرية نهب وباقي جبهات القتال. وتستميت الميليشيا في محاولة صد التقدم الكبير للجيش والمقاومة في المدخل الشرقي الرئيسي للعاصمة صنعاء، إلا أن تلك المحاولات تواجه بضربات مستمرة، وتبقى العاصمة صنعاء هدفا استراتيجيا للجيش والمقاومة في ظل كل هذه المعطيات على الأرض، وفي ظل الأنباء الواردة عن تحييد الحزام القبلي للعاصمة وكذا دعمهم للجيش والمقاومة.